سألت المدرب وسألت الخبير اللي أكبر ترى يقول لي أكبر عنك بسنة أكبر عنك بيوم أنا ما عنك بسنة بس أنا سويت العكس زين فالحين هو عنده ترشيح شو الترشيح 124 كله صايم ترشيح موفق هو من الأول مرشح أول أكيد خطير بس في ظروف لو عدم البالنتي المرحلة الثالثة يبقى أثبتت الفرص إن هي تحسنت عن العام اللي صح؟ لا متحسنة حسنة في الأداء؟ بتنافس مين لو بتنافس؟ ما حد ما في حد ينافس أبدا؟ أبدا ام ار ام؟ ما في عند الشباب؟ اليوم لا اليوم لا مو بيومهم؟ مو بيومهم شكرا نروح حرم طول عمري مصري أسألك على رحلة تنزانيا كل الناس في الصور منبهرة ولسه ما شفنا الصور شو تنزانيا؟ عجيبة بس طبعا الصور الأفضل لازم نخليها حق بعدين بس من الحين حمست الناس شو بيسألوني كيف سمو الشيخ حمدان يختار المناطق اللي يروح تنزانيا والله تنزانيا فيها طبيعة فيها حيوانات فيها كل شيء فيها مخاطرة فيها مخاطرة فيها أنا دائما أقول الماء والخضار والوجه الحسن الوجه الحسن كان سعيد مستوم معنا شو استخلصنا الرحلة في النهاية خلاصة خلاصة استخلصتها من رحلة تنزانيا تنصح الناس فيها يشوفون الصور وبيعرفون الخلاصة ما حد ما في حد أبدا أبدا ام ار ام ما عند الشباب اليوم لا اليوم لا مو بيومهم مو بيوم. أنا دائما أقول الماء والخضار والوجه الحسن الوجه الحسن كان سعيد مستوم معنا